وقفنا على مدى تقدم أشغال التهيئة الخارجية تقريبا، يعني احنا في الانتهاء. ما تخفاش عليكم انه التهيئة الخارجية اللي كانت خدات منا وقت وموارد مالية كبيرة، لانه تقريبا 50 مليار دينار جزائري كانت مسخرة للطرق والموارد المختلفة، الشبكات المختلفة، يعني لي فيردي تو لي مير دو سوتينمون لي سيستيم دو 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 ستابيليتي، يعني كل هذا الشيء حوش الريح فقط مبلغ مالي يعني لاباس به 50 مليار دينار جزائري. انشغالنا كان انه لازم يكون يعني الموقع محصن جيدا، وهذا الشيء اللي توصلنا له.